بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المنزل للأيتام أبناء المرحوم سي عبد الله نفشكار. هذا هو البيبان، الكراج. هذه درنا هنا هاد البطون هنا باش قادينا الدار. العدادات ديال الضوء خدامين بجوج، واحد ديال تحت، هذا ديال الأعلى، وهذا ديال الدار السفلية. غندخلوا للدار التحت إن شاء الله. اول حاجه على اليمين كاين هنا عمل سيدي، كاين الصاله. هذا هو الكراج، هذه الصاله. الصاله هي اللي باقا ما كمل القرص، المعلم خدام على الادوات ديال القرص ان شاء الله. هذا الصرف من الزنقه، هذا الزليج ديال قلعه السراغنه. تحيه للاخ من قلعه السراغنه، الله يجازيه بالخير، اللي عطانا الزليج لهاد الدار كامله 143 متر. أيه هذا مرحاض صراحة. داري أيه هذا، عزاكم الله، مرحاض ديال الدار فيه اتساع موجود. هنا غندخلوا للدار، هذا مراح هنايا، الله يجعل شي تلفازة لهذا المريح يا ربي. ندخلوا هنا على اليسار البيت الأول، وهذا على الباب ديالو، ها الزليج مزلجة، ها القبص، ها هي نمسي. درنا غير السامبل، هنا ما درنا لا بلاكارات لا والو، هادشي على حساب الكرا وداك الشيء، ماشي مشكل، خصهم يكريوها باش يتعاونوا باش ياكلوا هاد الوليدات. هذا صار جميلة، ضوايا أولا كور، البيت الآخر هو داك اللي ليه، غنمشيو ليه تاني إن شاء الله. أيا هذا الوسط ديال الدار. هنا خلاص هادشي ديال الكهرباء، هاهي ديال الكهرباء، هاهو كلشي خدام. غندخلو لهاد البيت هذا هو الأول. هنا درنا مطبخ، درنا فلاكور باش وفرنا واحد البيت باش داركم فيها البيوت. هذا لاكور، هذا من بعد خاصو واحد الحاجز هنا باش يحبس يعني الشتاء وداكشي ديالها. ها هو المطبخ. دابا غندخلو لهاد البيت، ها هو بيت، ها هو تا هو، هو هاد البيت. أييه السرجل كيشوف لاكور، ها هما الأبواب كلشي مركب، كلشي حتى الأقفال راه من النوع الممتاز. ها إخوانية الأقفال من النوع الممتاز. اش باقينا؟ باقينا حاجة وحدة، الكراج. الكراج هو هذا، الكراج درنا فيه دوش، نقصنا الماء، سبعة زيد. هذا هو الكراج، السادة المشاهدين، تحية للمعلمين القباصة اللي صورين هادشي، الله يرحمهم، وتحية للقباصة ديالنا، والأخ ديالنا القباص المعلم. أسيدي الله يجازيكم بالخير، برعتوا هاد الدار ديال الأيتام وفرحتهم، الله يفرحكم، الله يقضي غرضكم، الله يجازيكم بالخير. هذا هو الكراج، هذه الدار، هذه الدار. الحمد لله، العمل متقن، نطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل من المحسنين والمحسنات اللي ساعدوا هاد الأيتام، الله يجازيهم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.